50 ورقة سعر طفل، الأب وقع في قبضة القانون. القصة هي تدرون شنو؟ راح تدوخون بس إيش قد ما أقدر راح أحاول أوضحها. أب عرض ابنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5000 دولار. بعد التحريات عن القصة طلع هذا الطفل اللي عارضه للبيع مو ابنه، وهذا الشخص نفسه هو أصلاً مشتري الطفل ب4000 دولار. من عرض الطفل للبيع شخص اتفق وياه بأنه يشتري الطفل، لكن المشتري ما كان هدفه شراء هذا الطفل، كان هدفه أنه يلزم هذا الشخص اللي يتاجر بالأطفال. طبعاً بلغ القوات الأمنية وأحبطوا محاولة بيع الطفل وألقوا القبض على الأب بالجرم المشهود طبعاً، وتم تدوين أقواله أصولياً وإيداعه في السجن، فيما قرر القاضي اللي مسؤول عن هذه القضية لهذا الطفل إيداع الطفل في أحد أو إحدى دور رعاية الأطفال. لا لحد الآن أهله ماكو، وهذه صورة الطفل البارحة انتشرت كثير. يا الله قعدت والله تؤذي توجع والله. هو هذا الطفل اللي راد يبيعه هذا الشخص، أبوه مو أبوه، مشتري يريد يبيعه. لكن هو سؤال واحد وننتقل للتعليقات، شنو اللي يدفع أب لبيع ابنه؟ بس شوف التعليقات شلون يتحملون هذا الفعل الشنيع بحق الطفل. شوفوا قعدت تفطر القلب، الله أعلم كم طفل انباع بالخفاء وما حد قدر ينقذه. بالضبط والله، يعني هذا اللي دا نسمع عنه واللي دا ينتشر هذه القصص ودا نسولف بيها، دا عادش كم طفل انباع وإحنا ما سامعين بيهم. وهذه الظاهرة منتشرة بالفترة الأخيرة وكلها تعود للمادة والفقر والحالة المادية السيئة اللي دا نمر بيها. خلونا نشوف تعليق آخر. لا تقولون الفقر رحمة، الرحمة انشالت من القلوب. والله ما أعرف، إحنا الفقر شماعة ممكن أو تعلاقة نعلق بيها أخطائنا، نعلق بيها أفعالنا الشنيعة. شوف تعليق آخر. هذه الأمانة اللي الله وصاكم بيها شكو تخلفون إذا ما تقدرون تربوهم؟ هو يخلف يجوز حتى يبيع،